عودة إليكم أيها الأحبة، ومع أول مشترك من كوسوفا نشاهد عنا تقرير ونرجع لكم. وطن بنياكو 23 سنة، أنا من دولة كوسوفا. أردت أن أشارك وأكون من ضمن من استفاد من نصائح المشايخ الكبار. عندما أقرأ القرآن أشعر بأن الله سبحانه وتعالى فضلني على الآخرين بأنني أقرأ كلامه كأنني أتكلم معه وهو ينصحني، فهذه نعمة كبيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وتون من كوسوفا، تفضل. عندي أنا هني عند هذه النقطة وأبدأ بالشيخ عبد الرزاق. وتون، ما شاء الله أخ وتون، الله يفتح عليك، تلاوة طيبة. في ملاحظة في اختيارك للوقف عند وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، ثم ابتدأت وبئس المصير، كان يعني من الأنسب أنك تصل وبئس المصير بما قبلها، لتعلقها بما قبلها إمعانا وتنكيلا
بالكافرين، عرفت كيف؟ تكون الآية على النحو التالي مكتملة، وللذين كفر يكتمل المعنى، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. موفق إن شاء الله. صحيح. شكرا شيخ عبد الرزاق. شيخ مشاري مرحبا بأهل كوسوفا، وتون أتى بأجمل تون ما شاء الله. فأعجبني يعني الترقيق في الراء في كبير، فكان يعني موفق في هذا الحكم. لكن يعني في ملاحظات، كان يعني في القراءة كان فيها ارتباك شوية، يعني إذا دخلت في التدبر ومعاني الآيات ستنسى كل المسابقة وهذه الأضواء. في هناك أحكام يعني أرجو أنك تراعيها، مثل التفريق بين وهو وهو. شيء قدير ينبغي عليك تفخيم يعني الإخفاء هنا، شيء قدير ينقلب، نفس الشيء. جهنم النون يعني طولت شوية في الغنة، حاول يعني أن تساوي المدود وكذلك الغنى، واللفظ في نظيره كمثله. المدود العارضة أيضا يعني أحيانا تطيلها يغلبك الصوت، وأحيانا تقللها. سألهم خزنتها، سألهم خزنتها، هذا هو الصحيح. سألهم هذا اختلاس، سألهم لا، سألهم خزنتها، الفعل سأل. شكرا. أحسنت. شكرا شيخ مشاري. شيخ أسامة. أهلا وتون. من إعجاز القرآن الكريم حينما تسمع تلاوة القرآن الكريم من غير العرب بهذه الصورة المتقنة والجميلة، وأنا الحقيقة يعني هي رسالة لكل مشاهد من يعني جعلهم الله من العرب يشاهدوا من غير العرب كيف يقرؤون القرآن بهذه الصورة الجميلة. فهنيئا لك بقراءتك هذه ومشاركتك هذه، رسالة تقدمها أنت لكل العرب، أنها مسؤولية أن غير العرب استطاع أن يقرأ القرآن بهذا الجمال وهذا الحس الجميل. فيك حس مرهف في صوتك، في شجن مؤثر، مجموعة من النصائح الخفيفة التي تعين على أن يزداد هذا الأداء جمالا. من صور الجمال النسب الثابتة، وقد تفضل مشايخي في الموضوع الثبات في المدود. المد أحيانا عندك أنت بمقدار يختلف عن مقدار آخر، إذا اخترت درجة معينة اثبت بها في القراءة كلها، إضافة إلى أن هناك جوانب أخرى تعطي التلاوة جمالا أكبر، وهو مخارج الحروف وصفات الحروف. مجرد إعطاء كل حرف حقه والصفة التي تتناسب معه، وخاصة مع التشكيل الذي يتناسب معه، يعطي الأداء جمالا أفضل. وختاما موضوع الوقف والابتداء. الآيات لن تكون طويلة، ولكن أنت وانت تقرأ لا تحدد موضع الوقف أين سيكون. فنصيحتي قبل أن تبدأ الآية تقرأها حدد أين ستقف. بهذه الطريقة استقف في الموضع السليم، بدلا من أن تقف مثلا وجعلناها وتقف، لا، وجعلناها رجوما للشياطين على الأقل حتى يكتمل المعنى. وفقك الله. أحسنت شيخ أسامة. أهلا بكم، والفقرة الحماسية الأخيرة، ومع المتسابقين الأربعة على أنقذه الزر. أنتم الآن الأربعة، وتون، سلطان، أسامة، عبد الله. وتون، سلطان، أسامة، عبد الله. وتون ربحك إذا قلت لي ما معنى وتون. معناه البرق، البرق، البرق. وتون وتون معناته البرق، يمكن ما سمعوا المشاهدين. طيب أنت ربحت معنا، انتقلت معنا، خلك سلطان، أسامة، عبد الله. يعني أصواتكم جميلة وندية ورائعة، وشهادة لله يعني مشاركتكم معنا بعد شرف لنا. اللي بيطلع مو بخسران، لا، في حلقة خاصة للذين سيتم استبعادهم في كل حلقة. استبعاد كلمة ثقيلة، لكن يعني يلا دامكم انتوا الاثنين كاشخين خلوكم انتوا. وكيف سلطان انت تهلت معانا، خلك الان المنافسة بين عبد الله وأسامة.
أنت يا عبد الله معلش فراحت عليك تقدم خطوتين وأسامة أهل معانا. وشاكر لكم جزيل الشكر أيها الأحبة على حسن المتابعة. شكرا للجنة التحكيم مهندس وسام الصافي، الشيخ مشار العفاسي، الشيخ عبد الرزاق الدليمي، وزميلي العزيز صلاح الشطي. نراكم أيها الأحبة في حلقة مقبلة، دمتم في رعاية الله. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويداه، صوته وصداه. في ثناياه نهر قويم من حروف القرآن الكريم، كل حرف يجيد أداة، روضة في هدى. المرتل طير الضياء يتغنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويداه، صوته وصداه.